نقدر نجون، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، ما دامنا نملك نفس واحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. الإنسان بطبيعة الحال من أول ما يولد لغاية ما يموت وهو يمر بمراحل مرتبة في الحياة، يبدأ طفل رضيع وبعدين يكبر ويكون يحبي، وبعدين يوقف حبة ويفلت حبة، وبعدين يخطو خطوة حبة حبة، وبعدين يوقف تمام على رجوله الثنتين، وبعدين يمشي طبيعي، وبعدين يجري، يكون صبي، وبعدين يكبر ويبقى شاب، بعدين يكبر ويكون إنسان عجوز أو رجل كبير في السن. وهذا أبسط مثال وجد الله سبحانه وتعالى لنا في الحياة يتكلم عن النظام. حياتك مرتبة منظمة من أول ما أنت طفل لغاية ما تموت. فين النظام ده بحياتنا اليومية على الأقل؟ مش موجود صح؟ ولا له أي ريحة صح؟ بس ليش إحنا؟ تعالوا نشوف ليش إحنا. يا طيب ها لو تسمح به دب دب لو تسمح ها بسرعة خلنا رحلي. لحظة يا أستاذ الله يحفظك، خلي يكمل الأولين، ماشيين في الطابور. يا أخي أنتم فاضيين، أنا مستعجل يا أخي اجلسوا هنا. طيب يا أخي الله يحفظك، الناس مراعين قبلنا وراعينا، لو ما يجي دورنا يعني النظام نظام، خلينا نظام تعالي تنظموا اليوم. رايح أنت شي تنظم؟ لا لا تمام تطور يا أخي. تمام تمام عشان الطلاب في المدرسة دائماً هم والمدرسات صياح على الطابور، الطابور اللي خارج منه واحد وداخل منه واحد وطالع منه واحد ونازل منه واحد، كأنهم خطوط متكسرة. مروراً بالكشف حق المدرسات، حق التوقيع، اللي موقع يمين واللي موقع يسار واللي موقع تحت السطر واللي موقع فوق السطر واللي حالتها حالة، مروراً بالسوبر ماركت أو بالبقالة. تعال شوف حال الناس عند الكاشير لما تشي تحاسب، غاغة، والله أنا الأول، والله أنا الأول، والله أنا أجيت قبلك، والله ما لي دخل، والله أنا معي أقل منك، أنا معي أكثر منك، وصياح ربع ساعة من بيحاسب قبل الثاني. تعالوا شوفوا المخابز، تعالوا شوفوا أصحاب الخضار، تعالوا شوفوا السيارات، تعالوا شوفوا المرور. وعلى ذكر المرور، حالة شاذة ومختلفة تماماً. لما تشوف الجولة مزدحمة اعرف انه فيها 5 مرور وإشارة المرور شغالة. وعلى ذكر إشارة المرور، قبل كم شهر كذا تقريباً في العاصمة كانت بقدرة قادر إشارة المرور شغالة في واحدة من الشوارع. جميل، إبداع، الناس كلها مستغربة، إشارة المرور شغالة. اللي حصل إن الناس كلهم دعموا إشارة المرور وجلسوا يمشوا بحسب ما يمشيهم رجل المرور. إذا كان كذا معليش، بس المشكلة إن رجل المرور يمشي السير بعكس ما تمشيه إشارة المرور تمام. يعني حتى لو في وسيلة لإيجاد النظام إحنا ندفنها. بعض الناس يقولوا إن النظام فطرة موجودة في الإنسان، وبعض الناس يقولوا إن النظام مكتسب، وكل ما شاف الإنسان نفسه أو أهله أو بيئته منظمة بيتنظم.
سواء هذا أو ذاك، لازم علينا نكبر أنفسنا ونعود أنفسنا نكون منظمين. تعالوا نشوف صورة ثانية من صور النظام في الحياة: الشمس والقمر. كل واحدة بإذن الله لها وقته تطلع فيه وتغرب فيه. استحالة تغرب الشمس وتيجي 5-6 ساعات والقمر لسه ما طلعش، واستحالة يختفي القمر وتعدي 8-7 ساعات والشمس ما طلعتش، واستحالة يطلع الشمس والقمر في وقت واحد إلا إذا كانت ظاهرة كونية أو ظاهرة فلكية، لكل واحدة حالاتها. أما القصة اللي هي من نوع آخر لا مثيل له في أي مكان في العالم، قصتنا مع المطارات. تدخل مثلاً مطار القاهرة وتحاول إنك تدور على الكاونتر حق اليمنية اللي بتاخذ منه البوردينج، تروح تسأل العامل، أي عامل حتى لو كان الفراش، لو سمحت فين ممكن ألاقي البوردينج حق اليمنية؟ يضحك العامل بضحكة صفراء ويقول لك: بتعرفه من غير ما أقول لك. تستغرب، ليش بعرفه من دون ما يقول لي؟ تبدأ رحلة البحث عن البوردينج. من طرف بوابة المطار تجي لك السرعة البديهية وتعرف إن اليمنية في كاونتر رقم 1 و2 و3. كيف تعرف؟ فرزة عصر، اللي واقف عمودي واللي واقف موازيله واللي واقف على اليمين واللي واقف على اليسار واللي داخل بالنص واللي واقي من فوق واللي واقي من تحت. والدنيا أشبه، يعني يمكن فرزة عصر مرتبة شوية، الوضع منرفز، الوضع يقهرك، الوضع يحرق أعصابك. ولما تيجي تقول له: يا فلان الخط مش هنا، الخط حق الكاونتر هنا، أبداً أنا أجيت قبل، والله أنا أجيت قبل، أنا أجيت أول واحد. يا جماعة الخير كلنا بنطلع نفس الطيارة، يا جماعة الخير كلنا بنوصل بنفس التوقيت، خليكم مرتبين. أبداً، شيء بجد يحزن. يعني أنت دافع مبلغ وقدره واقي من بلاد لبلاد عشان في الأخير ما تقدرش تصبر نفسك وتوقف وقفة منظمة في طابور الكاونتر. مشكلة. طب إيش المشكلة؟ هل إحنا ناقصين عن غيرنا من الناس المنظمين؟ هل إحنا ناقصين يد ولا رجل ولا عقل؟ هل نحن ما عندناش القدرة أن احنا نكون مضبوطين زي عقارب الساعة؟ عقارب الساعة له قصة أخرى، مسألة أن الإنسان يحضر في وقته، مسألة مندفنة عندنا من عشرات إن لم تكن مئات السنين. ولما تيجي تعاقل أصحابك ولا تعاقلي صحباتك: يا بنات ما عاد فيش وقت، يا بنات بقي لنا نص ساعة لازم نكون موجودين على الموعد، يا بنات تأخرنا عيب. الحين انت تشي تروحي على وقتك؟ أجنبية مثلا قلبتي نفسك؟ يا شيخة تأخري الناس كلها تتأخر، وعادوا لعلمك لما تروحي متأخر الناس كمان تعمل لك قيمة. إيش هذه القيمة اللي بتجيلي لما أنا أوصل متأخر؟ إيش هذه الفكرة والانطباع اللي الناس بيحطونا عني لما أنا أوصل متأخر؟ بجد محتاجين نعيد ترتيب نظام حياتنا بشكل جذري. كل إنسان في أي مكان وفي أي زمان المسؤول عنه في الشأن الأول والأخير هو الشخص الأعلى منه رتبة. يعني لما يكون رب الأسرة إنسان منظم ومرتب، لا شعورياً بتلاقي الأبناء مرتبين ومنظمين. لما تكون المعلمة مرتبة ومنظمة بتلاقي لا شعورياً الطلاب مرتبين ومنظمين. ولما يكون رب العمل يحضر على الشوكة في وقته، ما بيقدرش الموظفين إنهم يتأخروا 10 دقائق ولا حتى 5 دقائق. مش معقول يكونوا هم أحسن من المدير، لكن للأسف بالنظام فقدنا قدواتنا في هذا المجتمع.
تعالوا نيجي للمأساة الحقيقية. ما بقدرش أعلق على الموضوع غير بكلمتين: أصحاب الباصات ربنا يهديهم ويهدينا أجمعين. الشيء المضحك في الموضوع لما تكون ماشي في بعض الشوارع، بعض وليس الكل، وتلاقي الإشارة موجودة في الرصيف ويقول لك الوقوف موازي للرصيف. موازي يعني كيف؟ يعني إذا الرصيف كذا الوقوف يكون كذا، وإذا الرصيف كذا يبقى الوقوف يكون كذا بطريقة موازية. عينك ما تشوف إلا النور، اللي يوقف مربع واللي يوقف مثلث واللي يوقف شبه منحرف، وفي بعضهم يوقف وقفات ما تقدرش تلاقي لها تفسير رياضي في الموضوع أبداً. بالمقابل ما بنظلمش كل الناس، في ناس منظمين ومرتبين ويمشوا أدق من عقارب الساعة ويحضروا في أوقاتهم، لكن للأسف قلة قلائل. إحنا نتمنى أن القلة القلائل هذه تتفشى في المجتمع. عارفين لما الواحد يدخل مكان ويبخ عطر كيف يتفشى؟ ترجع رائحة المكان كله عطر. إحنا نتمنى أن النظام والترتيب والسلوكيات هذه تتفشى في المجتمع عشان الناس كلها تكتسبه. اليوم أنت شاب مسؤول عن نفسك لوحدك، بكرة مسؤول عن زوجة، مسؤول عن عيلة، مسؤول عن أولاد. إذا ما قدرتاش تزرع النظام في نفسك من الآن عشان اللي جاي واللي بيكونوا ملحوقين في أسرتك بعدين، يبقى ما فيش فائدة. إحنا كذا نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، ولنا لقاء آخر معاكم ومتجدد في نفس الموعد بكرة بإذن الله، ومع سلوكيات أخرى متجددة. ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك، نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا، نخلي الفرحة تسود. مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود.